سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ساب مكة وتجمعوا القبائل عليه، طلعوا راجل على من كل قبيلة عشان يضرب النبي بسيف علشان يتفرق دم النبي، وكأنهم بيقولوا له كل قبائلنا مش عايزينك وسطنا، قلوب أسية، قلوب ما أمنتش بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكة مضطر وياخدوا بيته ويسافر أسابيع طويلة 450 كيلو من مكة للمدينة، ولكن ربنا يقول له أنا بحبك، وإن كان هم كانوا أسيين معاك وتعبت معاهم وما كانوش مستقبلينك في مكة استقبال كويس، معلش يمكن قصة حياتك في مكة أظهرت حبك ليا يا حبيبي وأظهرت تضحيتك وبذلك من أجلي، لكن الحقيقة أنت لما تخش مكان الكل هياخدك بالحضن. وده اللي حصل مع سيدنا محمد يوم ما راح المدينة، يطلع النساء والأطفال والرجال الكل وحتى الخدام يقفوا من أول ما الصبح يشقشق من الفجر لغاية آخر اليوم مستنيين طلة النبي عليهم صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يروحوا ويرجعوا بعد ما الشمس تبقى حارقة، بس مش هنمشي، مش قادر، نفسي أشوفه من بعيد وهو جاي وهو داخل علينا كده. وفي اليوم اللي يخش فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو جاي من بعيد هو وصحبه سيدنا أبو بكر الصديق، إذا بالنبي يسمع الهتاف من بعيد الله أكبر، جاء محمد جاء رسول الله، الله أكبر جاء محمد جاء رسول الله. صاح بيها النساء والأطفال والشيوخ والرجال، حتى الخدم كانوا طالعين مش قادرين يقعدوا في البيوت بس نشوف طلة النبي علينا صلى الله عليه وسلم، ويسمعها النبي بودنه وقلبه، وكأن ربنا بيقول له أنا بوريك نجاحك، أنت خليتني كبير عندهم قبل حتى ما يشوفوك يا حبيبي يا رسول الله، أنت بعت لهم بس أصحابك اللي حبوك بصدق ونصروك بصدق، نشروا الإسلام في المدينة، وانت جيت عشان تنور المدينة اللي تسمت المدينة المنورة عشان انت نورتها صلى الله عليه وسلم. وتخيل دلوقتي النبي هو داخل والناس عمالة كما في الحديث المشهور عمالة تشد في ناقة النبي وحبل ناقة النبي، والنبي يقول لهم خلاص يا جماعة خلاص دعوها فإنها مأمورة. نفسي أخش دلوقتي كده في قلب النبي عليه السلام وأشوف إحساسه وهو الناس كلها بتشده بعد ما الناس كلها كانت عايزة تقتله، الناس كلها بتشد الناقة عشان خاطري تعالى عندنا، اقعد عندنا شوية، نور بيتنا، خلينا نقول من قلوبنا وإحنا صادقين زرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو علشان الأمر هيجيله من ربنا، دعوها فإنها مأمورة، خلاص يا جماعة هي تقف في الحتة اللي ربنا أمرها بيها وتقف قدام بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عشان يبني النبي المسجد صلى الله عليه وسلم ويسكن عند أبو أيوب الأنصاري. وربنا يقول له بحبك، بحبك جوه قلب أبو أيوب الأنصاري، وهو بيقول لك أنت يا رسول الله، هو كان بيته دورين، تحب تسكن فين؟ أنت خرجت يا محمد من شوية من مكة مضطر وخدوا بيتك، لكن دلوقتي انت داخل مختار، اختار اي البيوت، وحتى لما تخش البيت هيخيرك تحب تسكن تحت ولا فوق. فالنبي قال له السفل ارفق بنا يغشانا اصحابنا، خليني تحت، لو طلعت فوق اللي عايز يزورني هيعدي على البيت من تحت، بلاش خليني تحت احسن. ويقعد النبي ويبدا الاكل ينزل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وياكل النبي، وبعدين ترفع المائده ويقول الحمد لله، ترفع المائده ياخدها ابو ايوب وزوجته وعياله ويدوروا على مواضع صوابع النبي اللي كان مغمس منها الاكل وبياكل منها عشان ياكلوا مكانه عشان يتلمسوا بركه ايد الحبيب صلى الله عليه وسلم. معلش يا حبيبي يا محمد، فاكر من سنين لما كنت في الشعب، شعب بني طالب، لما حصروك قريش انت واهلك وعيلتك والمؤمنين، لما حصروك وقالوا لك مش هناكل معاكم ولا نشرب معاكم ولا نتاجر معاكم، فكانت مجاعه 3 سنين. عدت السنين وجم اللي بيحبوك، ومن شويه كانت اللقمه بتكفي 10 20 نقسمها مع بعض عشان المجاعه، دلوقتي الاكل بيرفع من امامك وبيدوروا على بركه ايديك عشان هم بيحبوك، والحب لا يدبر بالعقل، فين مكان صوابعه عشان ناكل وراه. ويبقى النبي قاعد ويتكسر الزير اللي كانوا بيشربوا فيه في الدور الثاني، وتبدا الميه تقع على الارض، فيروح سيدنا ابو ايوب الانصاري اللي وصل حب ربنا للنبي عن طريق قلبه ويجففه باللحاف بتاعه، يقول والله لا املك انا وزوجتي الا هو، وينشفه باللحاف، هنقعد في البرد بس ما تنقطش نقطه ميه عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبوا قوي يا جماعة، اللي بيؤمن بالنبي واللي مصدق بالنبي واللي عارف النبي لازم يحب النبي، لأنه كان حب يسير على الأرض.